للأهلي والزمالك أيضا مرة أخرى، وكابتن محمود الخطيب وكابتن حسين لبيب. ماذا قال في هذا اليوم التاريخي والزيارة التاريخية لمجلس إدارة النادي الأهلي إلى نادي الزمالك؟ نتابع. النهارده الحمد لله في ظروف التقينا فيها ولدينا دعوه نادي الزمالك. عايز في البدايه اقول حاجه، وانا الحقيقه شايفها انا وكل زملاء الزمالك الصغار شايفينها حاجه مهمه جدا، واتمنى من كل الشباب اللي موجود بينتمي للنادي سواء في الاهلي أو في الزمالك، لازم يكون عارفها. طول عمر علاقة الأهلي والزمالك علاقة طيبة جدا، وعلاقة ليها جذور كبيرة، وكلها احترام متبادل. على مدار السنوات الطويلة اللي فاتت، يعني هي مش وليدة النهاردة، كان أساتذتنا وكبرنا، أجيالنا العظيمة اللي فاتت بدون ذكر أسماء، ابتدت علاقة طيبة إيمانا منهم إن دي هي الرياضة المصرية. لازم الناس تعرف إحنا بنلعب رياضة وبنتنافس منافسة شريفة، وده شيء طبيعي، وكل نادي من حقه المشروع إنه يحاول يكسب. لكن المكسب يا جماعة الحقيقي، المكسب الحقيقي ان احنا الاول لازم ندور على مصلحة بلدنا مصرنا الحبيبة يعني، ولازم التعصب ده احنا في ايدينا، ان احنا بتصرفاتنا وبقراراتنا ازاي التعصب ده يهدى، ولازم نحافظ على الروح الطيبة بين جماهير الكرة المصرية وخاصة طبعا جماهير الاهلي والزمالك. من هنا بقى أنا بدعو جماهير الأهلي وجماهير الزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي وكل ثقة فيهم، في كل الجماهير والإعلام الرياضي، يا جماعة لازم نخلي مصلحة مصر هي في قدامنا وقبل كل شيء. برحب اخويا وصديقي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس ادارته المحترم. احنا يعني الزياره دي بجد عزيزه علينا جدا، وبترسي مبادئ ما يسمى الرياضه الحقيقيه. احنا تربينا كلنا كرياضيين، وبالتالي يعني كابتن محمود اشهر من نار على العالم وحضراتكم بالنسبة للرياضة المصرية، وأيضا مجلس إدارة نادي الزمالك نفس الشيء. هتلاقي إن الروح الرياضية عبارة عن حاجة مختلفة تماما عن ما يسمى صراعات. احنا فترة مش كانت بسيطة، كان في فترة معينة يمكن كان في صراعات، واحنا لا يعني نادي الزمالك ليس له أي صالح بهذه الصراعات. احنا كل اللي فيه ان احنا منافسة شريفة مع النادي الاهلي، ونتمنى ان تظل ذلك. يعني احنا انا واحد من الناس ايام ما كان في منتخب مصر كنت بتمرن داخل نادي الاهلي، وكان كابتن خالد مرتجي بيتمرن معانا، يعني كلنا اخوة يا جماعة، وايام المنتخبات كلنا بنطلع مع بعض السفريات وبنقعد مع بعض. احنا عايزين نرجع هذه الروح تاني مرة اخرى، كان في وقت كده عايزين كلنا ننسى هذا الوقت ده تماما بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير بتاعت الناديين. الناديين اللي هم بنسميهم وكل الإعلام بيسميهم قطبي الرياضة المصرية. قطبي الرياضة المصرية دول يبقى المنافسة بينهم شريفة، وكل واحد ينتمي النادي ويدافع عن حقوق نادي، بس في نفس الوقت يبقى بالإيجاب بصورة إيجابية وليست صورة سلبية. ياما برضو كنا بنقعد ونتريق ونعمل اللي هم حاليا ما يسمى تحفيل، سيبنا من الكلام ده خالص، خلونا طبيعيين زي عوايدنا، كل واحد
يشجع النادي براحته خالص ويدافع عن النادي براحته خالص، بس يلتزم حدود الأدب، لأن أساسا الرياضة أساسا أخلاق فعلا قبل ما يكون تالنت. دي يعني جملة متهيالي لابد أن كلنا نعيها ونحافظ عليها ونعمل عليها.